السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أورون فيناك دي زاد، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف خاوتي خواتاتي، ما تنساوش بارطاجوا الفيديو تاعنا وديروا لنا لايك إن شاء الله باش الفيديو تاعنا يلحق الأوسع نطاق ورسالتنا تلحق لكل المتابعين اليوتيوب. فوالا خاوتي، اليوم نتكلموا على الخرجة القوية لخونا وصديقنا وحبيبنا رفيق وحيد، الأيقونة، القلم القوي، الصحفي الجريء اللي كيفاه قلال، بمعية رضا عباس، يزيد وهيب، كاني حسين جنات، هادون اللي نعتبرهم عندهم مبادئ، لم يرجعون إلى الوراء، لا يمسكون العصا من الوسط، خاصة خونا رفيق ورضا، ليسوا تابعين لأي طرف. وأنا ما نكتبش عليكم، أنا مثلي الأعلى هو رفيق وحيد ورضا عباس اللي نتشرف عندي صداقة معاهم. وناس عندهم المبدأ وعندهم كما يقولوا الجرأة وما يخافوا حتى واحد، يقصفون من يشاءون، ليس تابعين لأي طرف. يقص كما قصفوا وانتقدوا روروا، الآن واقفون ويقصفون زطشي وأزلامه بكل قوة. رفيق فات في قناة الزيكو أمس، مليحة فات باسكو البارح وتشوفوا الحصة نمبر وان أو مقدم الحصة حاكمو او زلم من ازلام زطيوش سعودي، اصبحوا مثل القطط او الفئران. راح صرا هذوك النفيخ تاعهم اللي كانوا ينفخوا السيمانه اللي فاتت قبل، جاو مع واحد رجل القانون، تكرر عده امور تنتكلم عليها في فيديو اخر باذن الله. اليوم حاولت نتكلم على القصف الذي قصفه خونا رفيق وحيد ضد ازلام زطيوش، زلم واحد هو مسعودة نتاع البرج اللي حب يطيح خشين، حب يطيح اونات، ولكن حنا نعرفوا التاريخ تاعك، حنتكلم عليه، حنعطيكم بعض حقائق عنه في نهاية تنسمعوا الفيديو تاع رفيق. نسمعوا خوتي الفيديو تاع رفيق اللي غادي كيما يقولوا يبرد القلب. هذا ما فهمتش انا، هذا مسعودة السيمانة اللي فاتت كان نور ما طايح خشين بلي، ومع عقوبة الفيفا، واليوم خرج طيني مانطانا بلي هو خاطئ. هادو جماعة اللي يتبدلوا كي الحرباء، هادو ما في، هادو هما اللي حيكمتهم في الجزائر، هادو هما المنافقين. شاب تسمع المنافقين، نسمعوا خاو. انا نحب نامنك يعني. انا 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 انا, أنا, أنا اليوم اقولها بكل صراحة انه الناس بامكانهم وداروا البرهان. ماذا تريد؟ داروا البرهان في الانتخابات في عنابة. كل صراحة. لا لا سامحني برك. رابطة على رغم الجهوية. رغم الحملات ورغم وانتو انا مش نقول عبد بهلول ايه انا مش ما لا يعني هذا، لا يعني هذا انه الجماعة الانتخابية ال 41 ولا 17 اللي انتخبوها معناتها راهي جاتهم تعليمات تليفونية قال فوتي على فلان ولا تفوتي على فلان. انا راني نقول لك رايحين للجمعية، راح تسترجع استقلاليتها، راح تسترجع سيادتها، راح تسترجع. لا 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 تعطي تزكية لجمعية عامة مع عديمة المستوى. لا لا تسترجع اي شيء ولا واحد كان يضغط على الجمعية العامة وعمرها ما تضغط. الجمعية العامة فاقدة للمستوى وفاقدة حتى للجوانب المستوى. لا 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 سيدي مسعود راهي فيها 112 كنت راهي فيها 112 يا سيدي مسعود، انت كنت حاضر ورفعت اللافته امام الناس اذا ما خدتنيش الذاكره. كلنا راهو راهو انا بعد ولا زدتي كنتوا حاضرين. انا هزيت روروا كنتوا حاضرين جمعيه العامه. لا لا انا هزيت كنت وقتهم ما كنت فيهم. كنت في الاجتماع. انا هزيت روروا كنتوا حاضرين. لا لا انت كنت تنتمي اني مش كنت تنتمي لهذيك لهذا الجيل تاع الجمعيه العامه. ما تجيش انت البارح الفوتبول
يعني كنت في الجمعيه العامه، كنت في الجمعيه العامه انت تنتمي لهم اللي دار اللي دارت القانون اللي يسمح للبيرو للمكتب الفيدرالي انه يغير القوانين. يا سيم سعود في 2011 يا سيم سعود تتكلم على جمعيه عامه وكانها كانت تحت ضغط السلطه السابقه دوك اللي يجي حصل في العهد السابق واليوم استرجعت الحريه. لا 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 يا سيم لا يا سيم واحد ما جبركم تديروا كلنا راو راو ودرتوا كلنا زاد شيء. يا سيم سعود الجمعيه العامه تتهمنيش انا الشيء تاع خطيتني. لا 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 ما تقوليش كلكم. لا 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 لست انا ما زيد والله ما جات في يدي كلكم. والله ما جات في يدي. اسمع رفيق انا احترمك انا نحترمك انا والله ما زيتها. اسمع صدقني يا سيدي صدقني قلت لك والله ما هزيتها. انت لا لا هو يتكلم على جمعيه عامه وقد استعادت وحريتها وكأن هذه الجمعيه العامه عندها مستوى رفيع ستسترجع عافيتها. لا لا لن تسترجع سيادتها. لن تسترجع. شكون انت؟ لن تسترجع. شكون تقول لك انا نقول لك انا نقول لك انا اعلامي ونقول لك نعطيك بروف لابوي هذه الجمعيه اللي رفعت كل نار وراء وبعد كل نار زدتي ما تسترجعش. يا سيم سعودان هذه الكره الجزائريه اللي مديناها بين ايدي يعني الفوتبول ناسيونال بين ايدي رابطات ولائيه للفوتبول ما عندناش في الرابطات الولائيه ما تقدرش تسترجع العافيه تاعها. سيم سعودان هذه الجمعيه العامه اللي اشاك فوا تصادق على تعديل قانون السيستم دو كومبيتيسيون في جمعيه عامه عاديه ودورتها استثنائيه سا سو ني با نورمال. هذه الجمعيه العامه اللي تخبط زوتشي وتخبط راوراو وتخبط عده رؤساء بدون مشروع والقانون الاساسي يقول انتخاب رئيس وفق برنامج وفق مشروع ولا واحد فيكم. لك في الماضي هذا اتامل شوي المستقبل. اي مستقبل يا سي مسعود خليك كمل كلام نعطيني الصوره. نحن ذاهبون والله ما نوزالوكم بس سي مسعود مادام تضرب هالطريقه والله ما حبيت نتعدى معك طول الخطط الحمراء. صافي اكس تو تاك وتغاب على المشهد الكروي ما كاشك ما كاش لا في البرج ما كاش لا في لاليغ ما كاش في حتى حاجه وكانه بالليل ونهار جيت اليوم تتكلم فوتبول تتكلم سياسه الجيل الجاي الدوله وكانك راك اليوم راك تغازل السلطه باش تقول انه هو البديل. كلمتي انا انا يا سي 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 انا اللي قلت لي يغازل السلطه. انت تغازل السلطه انت تغازل السلطه. انت تتكلم انا لم اغادر المشهد الرياضي. سي سعوده ما كاش في البرج الفريق تاعك كان يعاني في برج باريس ولا واحد يتكلم ما نقدش البرج وما نقدش لاليغ وما مشاش فوق بدور وكنت حاضر في كل نار وراوة واليوم واليوم تحارب احنا كاعلامي كيقولوا كلمه الحق واليوم ظهرت ايناني ابري. برافو خويا رفيق الله يعطيك الصحه تبرد القلب قلبت شرحت شرح خويا رفيق الله يرحمك الكرش اللي جابتك الله يرحم لك الوالدين ان شاء الله يكون يا ربي. هذا هم الصحفيين هو رفيق واحد رضا عباس يزيد واهيب ناس تسكر عليهم سيبايكم سامي لاماري اللي ناس اللي يبردوا القلب يبردوا ماكي سامي لاماري هكذا هاد الايامات قال لك نريد الاسترجاع انت هو الشتاء هذا كان كذب البرج طيح البرج بوريريش اهلي البرج بهدل بها ايزافير كان بني ويوي وقت تكذب نورمال لايف علينا هاو تكذب علينا وانتم تحصلوا غير في العصابه وانتم هما العصابه تاع الكره الجزائريه انت هو واحد منهم انت كليت ودرت حاله كان انت رومبو رخصك لايف على المباشر جايبك لا تيليفزيون قلت لك انت تلا اعتدال نالو كدير رومبو ندير له رومبو نفعل له رومبو من بعد جا رخصك في الشراط وجابك التوته وقعد دير اعتدال قدامه فين راهي الرجل باسكو خفت منها باسكو كان عندها نفود افعلا وشكيف خفت يجيب لك الرقاد في البرج على الخدمه تاعك تهضر لي على الرجوله وين راهي المبادئ قالك على فيك قالك راك تغازل في الدوله انت مكان ولا انت قوليمه انت زلم من ازلام زطيوش انت كنت تقول فيف روراوه فيف حبوبه ومن بعد قلت فيف زط الشيوش فيف ديك وين راك رايح وراك مرايعين وين عايش بيتك شرشابين ولا قدوه وجمعيه تاعها ولد قوه ولد زعما استعاده السياده تاعها هذوك مرخص هذوك طحاحنا مدليل هادو اللي قتلهم بوهم وعمهم وخالهم سيبا وصعبهم حاجم يبرك ربي رحمه وسع عليه وجاءوا داروا باللي رانا معاك يا الحاجم يبرك كونت هذا الشرشابين والجمعيه ولا اللجنه تاع الفاط باسكو هذا ما يسواش هذا ما يسواش وداروا كاع سوتيا ودروك فوطاو على الشرشابين هادو استرجعوا سيادتهم الرب العالي بيت هبلونا يا وجوه الخشوف يا وجوه الدل يا وجوه الطحين حشموا على عرضكم روحوا ماكم تحشموا لا بفاميلتكم لا بحبوبتكم جايين تموتوا على لي بلاطو والدل والطحين
كرهتوا ناحيتنا يبك بلعبك رجعتوا تحريش انا نتوقتوا بكم يا مغ الحمد لله اللي كاين موت دراهم الدل دراهم الحزام تاع الشر عاش به الحال واسكو خاوتي العاهره تسترجع العذريه تاعها يا انتم بنيوي عاهرات ما غيري كاني راهم يتفرجوني بصح سمحوا لي خاوتي التاريخ يقول ما تيقول تفرجوا يعجبكم الفيديو تاعنا تبارطاجوهم ولكن في الجمعيه العامه عمركم ما حمرتونا وجوهنا كنا نضلوا نهضروا نضلوا نحكوا نمدوا لكم في لي كونساي من بعد تروحوا ترفدوا يديكم وكرعيكم سون اكسيبسيون بدون استثناء غير من رحم ربك غير من رحم ربك يعدون كما يقول لك بالاصبع وتجي دروك لعبها لي تاني مانتانا ها روح دي حكايتك وروح الرب ما نعرفش رفيق نتاع حيلك 1300 تاع هي يا رب انا ما هزيتش كلنا راهو هزيتها يا والله اش ما قال لك هزها قال لك اني هز كرعيه ويديه وحبوب تاعه يهز ديك الحيه ويهز كلنا راهو وبعد قلت له فيف زاتشي فيف حبوب ما جيت لاليك ترا خاست وغدوه تقول له تحيه اكس تحيه ايكراك انتم العاهرات باتم معنى الكلمه تبخستوا شوف هذا راهو راهو نهار اللي جا في لاسومبلي تاع زاتشي قال لك جو سوي با بني وي وي ها هو قالها لكم راهو راهو جو سوي با بني وي وي مشي انا قلتها قالها اللي كنتوا تركعوا له اللي كنتوا تقولوا كورونا راه قال مين جا هذا قال لك انا ما نجيش نلفت يديا زطيوش جو سوي با بني وي وي نزع عليكم نزع عليكم راهو راهو قال لك جو سوي با بني وي وي قالها مشي انا قلتها لست انا بني وي وي وتهضروا والطحين عربي رومبو رخصك الي روتور يا رب العالمين قال 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 هبلتني قال لها قال لها ايه قال لك قال قال انايا وجمعيه عامه وغادي ترجع الاستقلاليه وسيادتها وانت راك كونتر علينا يا رفيق رفيق مرخصكم مرخصك انت بوجدت فيها الدير قال لك المستقبل مشرق مع هذه الجمعيه مشرق في مشرق مخرب وتلعبوا هذا روح ما هزيت على لي بينون هزيت على رفعت يديك رفعت كربيك انبطاح يا ربي تهضروا على العصابات وانتم العصابه يا رب العالي يا ربي روح ارضها غير ما دور تحيا رفيق خويا تاعي الله يعطيك الصحه هذا والله العظيم زال من ازلام زطي واش راه باغي يدم لها بلون كات بلونتي ارنب راه يوجد فيه انت رئيس فيدراليه عارف من الساعه والله يا زازيراي في الله يقول لك حنا كنا تاع نتحرر من العصابه من انتوما كنتو العصابه انتوما تشيتو الولية انتوما تشيتو الكوفرنمون بكري ومازال تشيتو ومازال قالك راك تغازل واش الخشف والله تربعكم نورو مازال كاين واحد الفيديو غادي نقعدكم شوف غادي ما غادي نقابلكم انتوما بنيوي باسكو خاص تحيه لكم خوتي وانتوني والسلام عليكم.